السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا وكل الناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. أحب أعرفكم الأول شيكو. طبعا شيكو كلب جيرمان يا جماعة، جينا المزرعة هنا عشان ياخد تدريب طبعا حراسة. اقعد اقعد، تعال تعال شيكو، خد اقعد اقعد شاطر، سلم يلا يلا سلم سلم شيكو، برافو. طبعا يا جماعه النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وده بناء عن الناس اللي سالتنا في كومنت على اليوتيوب. وزي ما قلت لكم، اي حد عنده اي مشكله يكتب لنا في كومنت واحنا هنرد عليه في حلقه، وباذن الله نحاول نفيده ونوصل له المعلومه. الناس اللي سالت وقال، كان في حد سال وقال يا كابتن انا عندي نتاية سنه و8 شهور، النتاية ديت جوزتها قبل كده، اتجوزت معايا بالعافيه، ادي واحد، وما شالتش، ولما بنيجي نتجوزها بتسبب لي مشاكل وما بنعرفش نجوزها، والنتاية ديت ما بتوقفش، والكلام من ده. لو انت رجعت لكل الحلقات اللي احنا نزلناها على اليوتيوب الفتره اللي فاتت، هتلاقي اغلب الحلقات دي بتتكلم عن مشاكل الجوازات والحاجات دي. طبعا احنا ما لناش دعوه بكلمه سنه و8 شهور، احنا هنقول ان انت يا حاضت وهتتجوز. لو بصينا على اغلب المشاكل اللي هي بتقابلنا في جوازات الكلاب، هنلاقي اغلب المشاكل اللي بتقابلنا هي مواعيد الحيض. يعني مواعيد الحيض هي اللي بتختلف، فترات الحيض ما بين كل انتهاء والتاني. بس للاسف بقى احنا كمربين كلاب، واحد يروح لواحد يقول له ايه، النتايه بتحيد بعد 9، النتايه بتنظف بعد 9 ايام، يعني في اليوم التاسع تجوزها. تبص تلاقي هو برده عايز يحكم على نتايته، انا في اليوم التاسع هنجوزك بالاكراه، هتتجوزي غصب عن ابو اللي جاب ابوكي، هتتجوزي في اليوم التاسع. ليه يا عم؟ ما هو اصل زميلي مربي كلب يا عم، وفي اليوم التاسع يجوزها. طب يا عم الفهيم، يا عم ابو العريف، هل هرمونات جسمي دي زي هرمونات جسمي دي؟ هو مش في الحريم مثلا او في البنات او حاجه زي كده، في حاجه اسمها بيريود ممكن تقعد 4 ايام، في بيريود بتقعد 5 ايام، في بيريود بتقعد 10 ايام، مش في الحاجات دي كلها؟ اصبح ان في اختلافات في الهرمونات بتاعت الهرمونات الجسديه او الهرمونات بتاعت الجسم، في اختلافات ما بين كل هرمون والتاني، في اختلافات ما بين كل كلب والتاني، فاصبح ان الاختلافات دي هي اللي بتشكل خطوره، بسبب ان انت بتتدخل في حاجه ربنا خلقها انت مالكش فيها. تبص تلاقيه بقى في ناس كلبة بتاعتها تحيض النهاردة، بعد 7 ايام تنظف، بعد 7 ايام مش 9 ايام، في 7 ايام تنظف تمام، يقول لك لا انا قدامي ايه، لسه قدامي مثلا لما نكمل 9 3 ايام كمان ولا حاجة تمام، او يومين كمان، ممكن تقعد اليومين دول فاتحة وبعد كده تقفل. بتحصل، ممكن تقعد اليومين دول فاتحة وبعد كده تقفل تمام، يجي جاي هو يتجوزها بعد ما تقفل، النتايه مش عايزه تقف تتجوز عافيه. طب ما هو لازم عشان قفلت خلصت. ممكن النتايه تقعد حيضه، انت تشوف نتايتك النهارده حيضه تمام، ونقعد نحسب لها 9 ايام، ده هي ده ممكن تكون حيضه من اسبوع وانت ما خدتش بالك، او حيضه ما كانش باين وبدا يبان في الايام الاخيره قبل التنظيف. ايه يا عم ده لسه حيضه من يومين ثلاثه تمام، ده لسه حيضه من يومين ثلاثه، يعني نستناها 9 ايام بتوعها وهي خلصت ونظفت وقفلت وانت لسه رايح تجوز، وتيجي انت متدخل، تبقى اسمها جوازه بالاكراه. جوازه ممكن تسبب مشاكل في الرحم، تسبب مشاكل في المهبل، تسبب مشاكل لنتايه في البويضه بتاعتها، اصبح ان انت بتدمر الدنيا وتيجي نتايتك ما تشيلش. طب ما من حقها ما تشيلش، ما هو انت السبب، انت السبب الرئيسي ان الكلبه بتاعتك ما تشيلش. ازاي؟ طب احنا هنعمل ايه؟ نقول لك يا سيدي ازاي. زي ما قلت لك كل جسم كلب بيختلف عن التاني، يعني في كلب ممكن يقدر يتجوز ذكر مثلا، ممكن يقدر يتجوز في اسبوع حوالي 5 او 6 مرات، وفي ذكر كبيره مرتين وما يقدرش يتجوز تاني، مع ان ممكن يكون جسم اللي كبيره مرتين ده اكبر من التاني تمام. طيب ايه الفرق؟ في حاجه اسمها هرمونات جسديه او تكوين هرموني لجسم الكلب، ده بيكون جوه في جسم الكلب، انت لا بتشوفه ولا بتعرفه تمام، ولا هتعرف تشوفه الا ده بيكون بناء عن تحاليل نسبه الهرمون عنده قد ايه والحاجات دي كلها تمام. طبعا كل ده يا جماعه، الله اكبر الله اعظم، طبعا كل ده يا جماعه حاجه بتعود للطب وبتعود للعلاجات والكلام ده كله، بتعود للحاله الجسديه اللي ربنا مكون عليها جسم الكلب ده تمام. تيجي انت بقى يا باشا تقعد تخترع لي في مواعيد، في اختراعات، ما تسمحش لحد، ما تسمحش لحد، اسمع لنفسك وركز في نفسك. ازاي نسمع لنفسي؟ بص يا سيدي، اول حاجه نعملها ان نفترض ان انا شفت، سيبك بقى من كلمه مش هنقول لك كلبتي حايده من امتى، لا، نفترض ان انا شفت كلبتي حايده، انا شفت كلبتي النهارده حايده تمام،
خلاص نفضل مراقب كلبتي لحد ما الدم اللي هو لونه احمر بتاع الحده اول ما يبقى لونه وردي، لونه ايه؟ وردي شفاف، نبدا نعرضها للدكر، يعني ندخلها للدكر بحاله طبيعيه جدا مفيش اي مشكله. تمام؟ طيب الدكر بتاعي ما رضاش يطلع عليها، ما رضاش يتجوزها، تمام؟ يبقى لسه النتايه قدامها يوم، تاني يوم نعرضها عليه. طيب لسه قدامها يومين، يومين ونعرضها عليه، لسه قدامها كذا او قدامها كذا، نبدا ان انا نعرضها عليه، تمام؟ بس شيء نبدا ان انا نعرضها عليه. طبعا بالطريقه دي يا جماعه هتبقى تعرف ان انت كلبتك هتيجي على مدى مناسب ان انت تعرضها على الكلب بتاعك. طيب خلاص كلبتي انا شايف بقى ان هي نظفت وخلاص في دم وردي، دم الوردي ده كان اخره من يومين بالظبط او من يوم، نبدا ان انا لو كلبتي مش هتقف نبدا ان انا نتدخل في الحاله دي ونجوزها. في الحاله دي هتكون فاتحه. ايه اللي هيثبت لي ان كلبتي فاتحه؟ اللي هيثبت لي ان كلبتي فاتحه للتبويض او جاهزه للتبويض، اول الدكر ما يخش يطلع عليها هتقف وترفع ديلها. بس هي لو كلبه بتخاف وبتترعب من الجواز ومش حابه ان هي تتجوز، اول ما يبدا يطلع عليها ويبدا ان القضيب يلمس جسمها هتبدا ان هي تكش وتخاف وتصوت وممكن تضربه. تمام؟ اي نعم ان هي جاهزه للتبويض بس ممكن تضربه لان بتخاف. تمام؟ بس ايه اللي وراني ان هي جاهزه؟ ان هي وقفت ورفعت ديلها، ده معناه ان الكلبه دي بتقول لي اشاره انا جاهزه دلوقتي للتبويض ونقدر ان انا نتجوز، بس معلش انا خايفه ومش هنقدر نكمل. بكده انا نقدر نتدخل، انا كمربي كلب نقدر نتدخل، لكن نزلت ديلها تحت منها وخايفه من الدكر ومرعوبه، لا يبقى دي كده مش جاهزه للتبويض خالص، وهيبقى واضح عليها ان هي مش حابه او مش طايقه شكل الدكر قدامها اساسا. فطبعا يا جماعه دي حاجة لازم نركز فيها، ولازم نعرف احنا بنعمل ايه، ولازم نفهم احنا بنعمل ايه، لان اختلافات المواعيد هي السبب الرئيسي لمشاكل الجوازات. وما تنساش ان الجوازة الغلط بتأثر على الكلبة في حملها، بتأثر على الكلبة ان هي ما تشيلش ممكن مرتين ثلاثة لحد ما يرجع الرحم بتاعها يرجع لوضعه الطبيعي تاني، لان الجوازة الغلط في وقت غلط ممكن تخلي الرحم ده يتغير من مكانه او يحصل هتك في الرحم. تمام؟ بناء عن كده ان هتقف الخلفة فترة طويلة، ممكن تعدي معاك سنتين او ثلاث سنين لحد الكلبة ما ترجع تخلف تاني والرحم يرجع لوضعه الطبيعي تاني. فأتمنى من كل الناس اللي بتتابع معانا وبتربي كلاب وبالذات نتايات، اظبط نفسك. انا لقيت كلبتي النهاردة حيضة، ما تحسبلهاش من النهاردة، سيبك من كلمة نحسب لها، الغي كلمة نحسب لها خالص، خلي عينك عليها، خلي عينك هي اللي تحسب وعينك هي اللي تشوف. تمام؟ سيبك من ان انا نحسب لها 5 ايام وتسعة ايام وعشر ايام، كده انت بتبين ان انت ما انتش عارف ولا ليك في الكلاب خالص، بس بتمشي ورا كلام الناس اللي انت بتسمعها. والكلام ده يا جماعة كلام رسمي وانا بتكلم بكلام ثقة، ان ده كلام غلط، ما تمشيش ورا كلام حد وهو مش فاهم. هو عشان كلبته قعدت 9 ايام، كلبتك انت مش هتقعد 9 ايام، وممكن تقعد 9 ايام وممكن تقعد اكتر وممكن تقعد اقل. فانت عشان عينك توريك يبقى انا بنشوف لون الدم احمر، اول ما الدم يبقى لونه وردي نبدا ان انا نجهز كلبتي للجواز ونبدا نجهز لها الدكر بتاعها، تاني يوم الدم الوردي او تالت يوم نبدا نجوز بطريقه طبيعيه جدا، كلبه هتتجوز معايا، ولو ما رضتش تتجوز وكده نتدخل وهيكون هو ده ميعاد التبويض. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا استفدتم، تحياتي لكم جميعا واحلى مسا عليكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.